في وقت تبرز فيه مخاوف من امتداد ساحة القتال إلى الفضاء الخارجي، تسعى الولايات المتحدة إلى صياغة مشروع عسكري جديد لضمان حماية أقمارها الصناعية من الهجمات السبرانية. وزارة الدفاع أطلقت مبادرة جديدة تسمى احتياطي الفضاء المعزز التجاري، بغية تعزيز الأمن عبر دمج تقنيات القطاع الخاص المتطورة في أنظمة الأقمار الاصطناعية العسكرية، كما أشار تقرير في موقع The Conversation. خطورة التهديدات السبرانية في الفضاء تكمن في إمكانية تنفيذها عن بعد وبشكل سري، على عكس الهجمات التقليدية التي قد تترك أدلة واضحة على هويتها. هذه الهجمات سواء كانت تهدف إلى التشويش أو تعطيل الأقمار التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في التجسس، أو أقمار الاتصالات العسكرية، أو حتى المركبات الفضائية التجارية، تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي. هناك الكثير من الأشياء التي تقدمها الأقمار الصناعية لجميع سكان الأرض، وبالتالي فإن أي قوة يمكن أن تعطلها، وبالتالي يمكن أن تؤثر على الخدمات هنا على الأرض وفي جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون مصدر قلق لأي شخص. ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت شركة فياسات، وهي شركة أمريكية متخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية كان يستخدمها الجيش الأوكراني والمدنيون، لإحدى أكبر الهجمات السبرانية، حينها استهدفت أجهزة المودم التابعة للشركة، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الاتصالات، وهو ما كان بمثابة تحذير واضح لمعالجة نقاط الضعف. المبادرة الجديدة تهدف إلى معالجة هذه الفجوات في شراكة تتعدى العلاقات التقليدية بين الحكومة والمقاولين، وأحد أبرز أهدافها تحويل الجيش إلى مجموعة أوسع من الشركاء التجاريين. لكن دمج هذه الأجهزة التجارية في الأنظمة العسكرية قد تترتب عليه بعض التحديات التي يتعين على الحكومة الأمريكية تقييمها.